أعزائي المشاهدين، معانا دلوقتي العميد أحمد عاصم من مباحث العامة للقاهرة الكبرى. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ بنكلمك من مبنى الإذاعة والتلفزيون. كل سنة وحضرتك طيب والمشاهدين كلهم طيبين. وحضرتك طيب يا باشا، باشا ورمضان كريم كده إن شاء الله. الله يخليك وأنت كمان. سيادة العميد، كنا عايزين نعرف بخصوص المحاور المرورية اللي إحنا نحاول إن إحنا نتجاوزها وما نعديش من عندها خلال فترة رمضان قبل الفطار طبعا. اشرح لك بالظبط، ريت الكاميرا تعمل كلوز شويه. اتفضل. اشرح لك بالظبط الموضوع ماشي يعني. لا لا لا، حضرتك عندي في البيت بس. ايوه معلش. اشرح لك بالظبط الموضوع ماشي ازاي. دي القاهره عندنا 6 اكتوبر. ايوه. 6 اكتوبر. ضحك رايح جاي ولا رايح بس؟ عشان هي تفرق كتير جدا على فكره. جاي يعني هنا الدقي. هنا مدينه نصر. تمام كده. كده واقف، كده واقف. ملهاش حل معايا. ملهاش حل خالص. ومباحث القاهره مش لاقي لها حل خالص. نبتدي نشوف في ناس تعمل بقى مصحى. تعمل مصحى، بس هي مش مصحى، تعمل مصحى. تحب تيجي من العباسيه. ده اصل اللي هيعمل مصحى هيتفقس. سهل قوي بالنسبه لي ان انا اعرف. ايوه انا عارف. يعني ايه؟ هيجي من تحت يطلع كوبري الامر، عايز يطلع على الايه؟ لا تعالى لي بقى. اكبر من مصر. لا يا حبيبي، طب ما اللي طلع من هنا مش راجل؟ سواق الشعب، واحد طلع من اول اكتوبر لازم يقف. اللي طلع من تحت برضه هيقف. ايوه بالظبط. انا اسف جدا. بالظبط. لا يا باشا، لا انا برضه انا كنت معاك. لا انا فهمت القصه دي. هتلاقي عندنا هنا الدنيا واقفه خالص. ما تحاولش تيجي من هنا. كمان بعمل حاجه، بعمل شوط صناعي على اول كوبري العباسيه في الارض. بس ان اي كلب يسوي له نفسه يهرب من الزحمه بتاعت اكتوبر هيلاقي الشوط مستنيه باذن الله. دي بس اكتوبر وانت رايح اكتوبر. واحد بقى اصيع من الاثنين عايز ياكل ايه؟ صلاح سالم. صلاح سالم ده بقى اصلا انا خدمتي فيه من اول الكليه. يعني انا من ايام الكليه وانا خدمتي صلاح سالم. ايوه. فايه؟ بالنسبه لصلاح سالم. تقول بقى ايه؟ زبون هناك يعني. يعني بقى انا عارف بقى صلاح سالم بقى سككه ازاي واسحمه ازاي. ايوه. اسحمه بطريقته. ايوه يا باشا. صلاح سالم يجيب عربيه شرطه بايظه، بروح راميها هنا. دي عربيه شرطه بايظه. عربيه بايظه. العربيه دي هتعطل المرور تقريبا لمده 4 5 ساعات قبل الفطار. اللي هو وش الناس تفطر. ما فيهاش موتور، ما فيهاش اي حاجه مرميه، الاربع كاوتشات على الارض، نمرتنا مشغوله، ما فيش اي حاجه على الارض. نبتدي نرمي عربيه الناحيه دي، وعربيه بمسافه معينه قدرها 150 متر قبليها على اليمين. جاي من مصر الجديده. وقفت. عايز تريح حضرتك يعني لو هنا؟ تماما. ابتديت انت ايه؟ صلاح سالم وقف. قفل كده. انا بالنسبه لواحد بتاع مرور عادي كده زحمه. هنستريح نفسيا. انا بالنسبه لي لا. انا ما اعتبرش الكلام ده زحمه، الكلام ده عادي. عادي ليه؟ عايز زحمه خد زحمه. عايز زحمه تولي اسال عليا. ليه؟ لان في مخرج هنا محدش يعرفه كتير قوي ده. بتاع العباسية يا باشا؟ قاعدين عارفينه بتاع العباسية، عايز تيجي من عند المقادم وقال ايه تطلع لي من ورا على نادي السكة على مدينة مصر. لا مش انا. مقابر عندنا هنروح ضاربين صرف صحي تحت المقابر في المنطقة دي. الجثث تبتدي تطلع من المقابر تعوم على الشوارع. المنطقة دي بالنسبة لي كده اعتبرت معدومة وواقفة تماما. تماما. تماما تماما. وبكده نقدر نقول إن القاهرة بنسبة 99% مقفولة. تماما. وكل عام وانتم بخير. ميرسي قوي. شكرا. شكرا سياده العقيد. في ظل كل اللي وزاره الداخليه عاملاه والمرور باذن الله. شكرا يا سياده العقيد، وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. مع السلامه.